السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كابتن هاني أدمن جيم إيجيبت، والنهاردة معانا فخرنا، فخر الوطن العربي كله، بنتشرف بيه دوليا، داخليا، محليا، عالميا، في كل حتة معانا بيج رامي النهاردة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هاني عامل ايه؟ حبيبي مبدئيا بس في تنويه كده صغير، رامي بني آدم قليل الكلام جدا، يعني أنا هعمل مجهود فعلا لو أنا عايز أثبت نفسي مذيع، الحلقة دي هي اللي هتخليني أثبت نفسي مذيع، فخلينا نشوف بقى هنعمل معاه النهاردة إيه. حبيبي عم رامي. حبيبي تعقيبا بس حاجة صغيرة كده عايزين نتكلم عليها سريعا. إحنا بنعتذر لك عن الحلقة اللي اتصورت في التلفزيون المصري. إحنا بنعتذر لك لسبب، لأن بلدنا بتاعت كورة، فاهمني؟ فأنت اتظلمت، ما خدتش حقك في الحلقة دي. الاداء ما كانش لطيف قوي، احنا ما بنعبش في المذيع، هو هي دي مش تخصصه، فهو مش عارف هو قاعد مع مين، ما عرفش يسالك الاسئله الصح. وانت اصلا شخصيه هاديه ما بتتكلمش كتير، فانا عن نفسي بعتذر لك، وانا قلت لازم اجي سان مارينو واصور مع رامي، لما انا عرفت ان انت قلت في الحلقه ان انت طالع ايطاليا، فانا عرفت ان انت جاي هنا، وطبعا العلاقات اللي ما بيننا وعرفت خلاص اتاكدت ان انت هتبقى موجود هنا، فانا قلت ان انا هصور مع رامي، يعني هصور مع رامي. فزي ما بقولك احنا بنعتذر لك، انت ما خدتش حقك في الحلقة الاولانية، بس احنا بنقول ان هي جت في الحتة الحسنة، ان هو انت اتشفت في مصر في التلفزيون المصري، كانت اول حلقة تطلع فيها في التلفزيون المصري. دي حقيقة. يعني شوف الاول، بسم الله الرحمن الرحيم، انا موضوع ان انا كنت رايح مصر، انا كنت رايح زيارة، انا ما كنتش مقرر ان انا اطلع على التلفزيون ولا اتشاف من اعلام. الموضوع حصل بالصدفه برضو، ومشكور الاستاذ كريم حسن شحاته، ومشكور الاستاذ علاء الشربيني، لانه هو اللي عرفني على كريم ومن خلاله عملت الحلقه. لكن طبعا انا ما اقدرش اقول لهم، لان كان الوقت ضيق جدا، لان مفيش فرصه للاعداد، غير كده ان تخصصهم غير التخصص زي ما انت قلت، وده عندنا مشكله مش بس مع الاستاذ كريم، في كل التلفزيون المصري ما عندهمش حد متخصص في لعبات تانية. بالزبط. اللي بيتكلموا كلهم ناس محترمين بس بيشتغلوا في الكورة. يعني كله كورة طبعا. لكن طبعا هي كانت خطوة كويسة جدا، انا كنت حابب ان الناس اللي في بلدي اهم اهم بالزبط. اهم اشخاص الواحد يتمنى ان هم يعرفوه يعني. بالظبط. رامي، نعم، اول سؤال هسأله لك عشان بس نقفل حتة لغط صغيرة كده. انت بتحب جيم ايجيبت ولا لا؟ بص، انا بحب كل الناس الناجحه في مصر، انا ما بتكلمش بس عن كمال الاجسام، اي واحد ناجح في حياته انا احترمه على المجهود اللي بيأديه. انا طبعا من المتابعين، علشان لكن حته ان انا اكره ليه يعني؟ انا بالعكس يعني بالعكس يعني انا يعني اشاعه صغيره طلعت كده ان رامي قال انا ما بحبش جيم ايجيبت والناس مش فاهمه. كلام مش معقول يعني. بصراحه انا اصلا ماليش علاقات بناس كتير في مصر، القريبين مني اهلي انا، لكن غير كده انا ماليش غير كام صاحب قليلين قوي في مصر، فما فيش كونكشن ما بيني وما بين الناس علشان اقول لهم جيم مصر كويس، جيم مصر وحش. تمام. لكن بالعكس، اي ناس بتأدي خدمة للبلد وخدمة للعبتي انا تحديدا، طبعا الواحد يشكرهم. يعني انت بتحب جيم ايجي؟ قول انا بحب جيم ايجي. طبعا كلنا بنحب جيم ايجي، كل لعيبة كمان اجسام. حبيبي ربنا يخليك. وانا كنت مبسوط جدا ان انت اديتني يعني رايك في الحلقه اللي انا صورتها مع انور سيف. كابتن انور سيف طبعا حبيبنا وحبيبك طبعا، يعني انت كمان طبعاً. فربنا يخليك، شكرا على اللي انت قلته. يعني تعالى بقى نحط المجاملات على جنب، عايز اسالك على شويه اسئله تفيد الناس. بالنسبه لرامي، رامي هو كحاله، هي رامي ده حاله جه في لعبه كمال الاجسام، ما فيش حد ما بيتكلمش على بيج رامي. انا مش بقول كده عشان قاعد معاك، بس دي فعلا حقيقه. ان انا لما قعدت اتكلمت مع دينيس جيمس، قعدت اتكلمت مع هاني رامبو، اتكلمت مع الناس دي كلها، قايلين ان رامي حاله نادره من نوعها حصلت في لعبه كمال الاجسام. الحمد لله. فربنا بسم الله ما شاء الله ربنا الحمد يكرمك الحمد يعني. الحمد لله. بس فضل ربنا لا حسد مش بطل يعني. الله من فضل الله كله. فعايز اسالك دلوقتي، انت بديت الكارير بتاعك او الحياه الرياضيه عامه من 6 سنين تقريبا، صح؟ اها. شوف، انا يمكن اتكلمت عن الموضوع ده اكتر من مره، مش علشان احكي حكايه رامي ورامي كويس او وحش، بالعكس، لكن اللي كان يشغلني اولا واخيرا ان الناس تبقى عارفه ان ما فيش حاجه صعبه، ما فيش حاجه صعبه لو الواحد بجد عنده الاول طموح، عنده اراده، وعنده ايمان بربنا قبل كل شيء. لان احنا عندنا في مصر ظروفنا صعبه جدا، ولو حطينا الصعاب اللي قدامنا في مصر
محدش هيتحرك من مكانه. لكن الفكرة ان انت خلي عندك هدف حياتك ما بتوقفش. ليه ما تعلمش في الحياة كده تحط خط انا موجود فيها كلنا هنمشي، بس مين اللي ساب خط اثر في المكان؟ قليلين. بالظبط. ليه ما يكونش كل واحد فينا سايب علامه؟ يعني هو ده اللي كان بيشغلني اولا واخيرا، ان انا كمان ابلغه للناس، لان انا عندي حاجات مراحل فشل كتير في حياتي. زي ايه يا رامي؟ معلش كلمنا بس عشان الناس تبقى يعني عايزين نعرف رامي. اها شوف، انا بدات دراستي يمكن كتير مننا كده بيعاني من نفس الحاله، وخصوصا في مصر، لان التعليم عندنا في مصر صعب جدا جدا. صعب ان الناس تحقق فيه نجاحات، لان ما فيش مستوى طموح فيه. يعني مش يقول لك اما تخرج تلاقي شغل، فالناس كلها طموحها بيبقى قليل جدا يعني. فالناس بتقول تعلم عليه. فانا كان في مراحل التعليم عندي هفوات كتير جدا واسقاطات رهيبه يعني في حياتي، فما وفقتش للي انا كنت بحلم بيه. نجحت كل مراحل الحياه الحمد لله في دراستي، لكن مش زي ما انا كنت بحلم، مش زي ما كنت عايز اشوف نفسي. خرجت من الدراسه مفيش، كاني بالظبط ما اتعلمتش اي حاجه، مش قادر اشتغل، مش قادر اعمل اي حاجه. بقت الحياه بالنسبه لي فاضيه. اعمل ايه؟ اشتغلت في البحر فتره طويله. اشتغلت ايه في البحر؟ صياد. احنا اهلنا كلهم صيادين. صياد. بس اشتغلت صياد. انا طبعا اخواتي كلهم. رامي انت خلصت ان انت شغلت؟ طبعا طبعا، دي مهنه اهلي. بالظبط. واحنا الحمد لله كلنا يعني زي ما بيقولوا اكلنا من عرق جبيننا. دي حاجه الواحد يفتخر بيها. بالظبط. انا بحب بس اوضح حاجات كده لازم استريس عليها يعني، او احط عليها خطوط عشان بس الناس تبقى. بالعكس، على فكره المصريين غير اي شعب في العالم. لو سالت كل واحد يقول لك انا ابن الطين ده، اشتغل في الطين ده. انا ما اعتقدش ان في حد مثلا بيستقلب بشغلانه اهله، لان كلنا اكلنا منها، تربينا منها، الحمد لله وصلنا اللي احنا فيه منهم يعني. فالحمد لله ان هم عملوا يعني ساعدونا كتير. لكن انا بتكلم ما كانش طموحي ان انا ابقى في المكان ده، لانه زي مليون غيري في البحر. الفكره ان انا بعد ما برضو فكرت اطلع الكويت، الناس طبعا كنت بمارس الرياضه عشان الناس ما تفكرش ان انا ما كنتش بلعب رياضه على الاطلاق. لا، انا كنت بمارس الرياضه على مضض يعني، لحد ما خلصت. كانت كمال الاجسام الرياضه عامه؟ لا، ما كانش في حاجه خالص. انا بلعب، بروح النادي مع اصحابي جيم، مرة معاهم ممكن يوم ممكن شهر، لا علشان شغلانتي في البحر. بتضيع وقت من الاخر؟ لا، مش تضيع وقت، اكتر من ان انا كنت بحب الناس اللي بتلعب كمان اجسام، بحب الناس اللي بتهتم بصحتها. تمام. الحمد لله عمري مهتم بصحتي طول عمري، من وانا لسه صغير كنت بلعب. وانا صغير في اعدادي كنت بلعب 100 متر، وبعد ما كبرت شويه لعبت بوكس على مضض كده، وبعدين لحد ما خلصت جامعه. وكان في معايا اصحاب كتير لعبت كمان اجسام، احبهم لسه لحد دلوقتي اصدقائي، منهم سيد المنشاوي، منهم ناس كتير يعني. انا مش عايز اذكر اسماء لان عشان ما تنساش حد. وليد الطملاوي، ناس كتير، ناس كتير اصحابي ولحد دلوقتي اصدقائي يعني. خلصت اما جيت على الكويت برضو ما كنتش جاي لشغل، انا كنت اشتغل صياد. يعني انت كنت رايح الكويت على اساس ان انت تشتغل صياد، ما كانش في فكره ان انت هتبقى؟ لا، مش ما كانش في فكره، كنت اتمنى انه يكون ده موجود، لكن ما كانش موجود. انا كنت رايح على مهنه الصيد اشتغل فيه. بعد فتره من وجودي في الكويت، شوف عشان كده انا بقول اي حد، انا اتحت لي الفرصه، بس ازاي؟ اما يكون عندك رغبه من جواك، تاكد مليون المية اي واحد عنده رغبه من جواه بتتحقق، بس يكون مؤمن ان هي هتحصل، لان ده ربنا سبحانه وتعالى كريم. ما تتخيلش ان انت في يوم تطلب من ربنا ويردك، ابدا ابدا ابدا. هي دي الثقه في ربنا سبحانه وتعالى. تاني حاجه، ان كنا اتعلمنا كده في علم النفس، بيقول لك ان في حاجه اسمها نظريه، بتقول انما نظريه الاستقطاب، كل حاجه بتفكر فيها بقلبك وعقلك لازم تحصل. لازم هتحصل. كل اكيد مرت، مش بيا بس، مرت بحد كتير يعني في حياته. اللي كان عايز يشتغل مش عارف شغلانه، بعد فتره لقاها بيشتغلها ازاي ما يعرفش. هي الظروف دي اللي بتحكم على البني ادم. لكن الاسقاطات اللي حصلت في حياتي دي، ومراحل فشل وما فيش حاجه مش عارف ايه وما فيش مستقبل قدامك، هي اللي خلت الواحد انطلق الحمد لله بعد فضل ربنا والتوكل عليه، يعني انه خد خطوات ناجحه في حياته. انا مش بقول ان ده منتهى النجاح، لكن خطوات ناجحه. تمام. طيب دلوقتي الست سنين اللي انت عملت فيهم اجتهادك وبقيت راجل العالم كله بيتكلم عليك،
لو انت دلوقتي الشباب اللي بتتفرج علينا في الصفحه والناس المتابعين، انت عارف ان الصفحه دايما بيبقى فيها اسئله كتيره، لان الناس لسه ما عندهمش الوعي الثقافي او ما عندهمش الناس اللي تقدر توديهم لنفس طريقك. يعني في ناس ممكن تروح الجيم تتمرن عضلتين ثلاثه وبعد كده بيروح وخلاص خلص الموضوع. لكن احنا مثلا لو في واحد في الصفحه بيتفرج علينا، واحد بس بيتفرج علينا في الصفحه دلوقتي، هيبقى بيجرامي بعد مثلا 20 30 سنه، تحب تقول له ايه البني ادم ده اللي هو دلوقتي بيتفرج علينا وهو مثلا عنده بتاع 12 13 14 سنه مثلا، تحب تقول له ايه، ازاي يعمل ايه عشان يبقى بيج رامي في يوم من الايام؟ بس انه يصدق ان مفيش حاجه اسمها مستحيل. ده اللي انا عايز اقوله، اي حد عنده حل وهيشتغل عليه هيوصل له، هيوصل له. مفيش حاجه اسمها مستحيل. انا بدات ما كانش معايا ان انا اجهز ابدا، عملت يعني حاجات لا يخيل. عندي اصدقاء ساعدوني، يعني زي محمد صابر من اعز الناس عليا، عشان ما انساش اسمه الراجل ده ابدا، لولا وجوده جنبي انا ما كنتش في المكان اللي فيه. طبعا بدر بوداي صاحب نادي اكسجين، في ناس دفعتني للامام لكن ما عانتنيش على ان انا اشتغل. يعني ما حدش ادالك فلوس، لا النفسيه واحد واقف جنبك مصدق ان انت بطل. يعني عارف لما تلاقي يهيئ لك الجو ده هتنجح، هتنجح. عشان ده هو ده الفرق ما بين مصر دلوقتي، وقصدي مصر في الحاله اللي هي في فتره، مش قصدي دلوقتي اليومين دول، قصدي ال 20 30 سنه اللي فاتوا ولا ال 50 60 سنه اللي فاتوا، ومصر قبل كده او اي دوله بره دلوقتي، اللي هو ايه، ان المجتمع نفسه بيوحي لك ان انت تقدر تنجح. احنا عندنا المجتمع بيوحي لك ان بكره سيء جدا، فمستحيل تنجح. ما عندناش ان احنا لا. يعني شوف احنا مصر بلد فيها خير كتير، لكن للاسف الناس اللي طالعه بيعمل خير كتير فعلا، لان احنا لسه عايشين لغايه دلوقتي. يعني بعد اللي حاصل هنا كلنا الحمد لله كل اللي عايش. فانا قصدي ان انا اقول عشان نرجع لموضوعنا، ان اي حد بيتفرج عليا دلوقتي اجتهد طبعا بعد تذكر الله. اي كاميرا فيهم عشان هو عنده كاميرتين. ممكن تبص لي او تبص لي خلاص. يعني انا قصدي ان لازم تشتغل، تشتغل على نفسك طبعا بعد تذكر ربنا، تشتغل على نفسك الهدف اللي انت عايز تروح ليه. ما فيش حاجه اسمها يعني استغل امكانياتك مهما كانت قليله او كتيره. الامكانيات الماديه مش معنى قلتها ان انت مستحيل تاخد خطوه، لا، استغل اللي انت فيه دلوقتي، الحاله اللي انت ماشي عليها. محدش بيبدا كبير، محدش بيبدا، استغل ظروفك. او ثالث حاجه اللي انا بتكلم عليها، الناس لازم تثقف نفسها طول الوقت، لازم تسال. ما فيش حد عارف كل حاجه. احنا الساينس بتاع الجسم، العلم بتاع الجسم ما فيش حد، ده كل يوم فيه جديد، في كل يوم حاجه جديده. كل يوم بيكتشف حاجه جديده، فلازم كل يوم انت كمان تذاكر وتشوف ايه اللي بيحصل جديد في كمال الاجسام، لان ما فيش حاجه لسه ثابت. اللي احنا اتعلمناها من 10 سنين دلوقتي بعدها بسنه اتغيرت، بعدها دلوقتي كانت غلط اللي عملناها في من 5 6 سنين. اشتغل على نفسك طول الوقت، اعرف ان في حاجات معلومات جديده، ثقافه لازم تتغير، فكرك نفسه لازم يجاري الفكر الموجود بره، الناس اللي بتشتغل بجد. اخر حاجه انا يعني بحب اقولها، ان بحب اقولها في النقطه دي، ان انت لو ما عملتش نفسك لايف سيستم، قصدي عشتها بدماغك وبعقلك وبقلبك، ان انت لاعب كمال اجسام دي حياتك، شويه هتلاقي نفسك ماشي في بروجرام كل يوم. قصدي الناس هتتخيل الموضوع صعب، لا، بس هتحب الموضوع ده بعدين. يعني الناس يعني كل لعيب عايز تطلع سلم، انت بتطلع الخطوه الاولانيه، الخطوه لغايه لما توصل لباب شقتك. بس الاهم ان انت تقعد في سيستم، نظام كل يوم بتمشي عليه علشان توصل المكان اللي انت فيه. مفيش نجاح من غير سيستم ونظام وهدف موحد وطريقه، وكل يوم اكتب اهدافك، انا عايز اعمل كذا وعايز اعمل كذا وعايز اعمل كذا. انا افتكر ان انا في يوم او يمكن بعد ما بدات باسبوعين كتبت كده، انا المحترف ممدوح السويعي. فاصحابي منهم ناس كتير معايا في اكسجين عملوا، فقالوا ايه الكلام ده، انت مجنون. قلت لهم محترف وبعد سنتين باذن الله. واحترفت بعد سنتين، وده كان مستحيل في يعني لو بنفكر كبشر. بالظبط زي ما قلت لك، كان اصحابي بيقولوا لي لا يا رامي مش هتقدر ومش عارف ايه. الحمد لله زي ما كنت مخطط وبكتب كل يوم لقيته بيحصل. هجيب بدنار وربع مش عارف ايه تونه، جنيه ونص مش عارف ايه خبز، مش عارف ايه الرز، هعمل كذا النهارده، تمرين الساعه كذا، وقت كذا، مش عارف ايه، ده يومي بتاع الاسبوع،
على حسب شغلي، ده اللي بيحصل عشان تنجح. بالظبط بالظبط. طب رامي هسألك على حاجة تانية، معلش هنزق الفازة بتاعتك الشيك دي اللي في الأوضة الفخمة في الأوتيل الجامد في سان مارينو، بحسدك. عايز تقول للناس مثلا المبتدئين، دايما انا بركز على كلمه المبتدئين لان المحترفين الحمد لله او الناس اللي عارفه خلاص بقى عندهم خبره فمش محتاجين يسمعوا الكلام ده، بس احنا بنقول للناس اللي لسه بتبدا، اللي هو عنده مثلا 15 سنه وبيكتب لي على الصفحه يقول لي كابتن اخد مكملات ولا ما اخدش، كابتن اخد اشرب ميه ولا ما اشربش، كابتن اكل ولا ما اكلش. فاحنا هنيجي لنقطه التغذيه، بالنسبه لك هل نقطه التغذيه دي عامل اساسي ولا الحديد هو العامل الاساسي؟ انا عارف الرد طبعا، بس طبعًا انا طبعًا بس طبعًا عايز اسالك يعني. طبعا المفروض الناس تعرف حاجه واحده، ان التغذيه هي البن الحقيقي للجسم. انت بتروح النادي بتكسر الماسل بتاعتك، بتقطعها، بتعمل عايز تعمل ده، عايز تبلد الماسل، تروح البيت تاكل كويس وتنام كويس جدا، هو ده المفروض يحصل. طبعا المكملات الغذائيه واللغط اللي عليها في مصر، شوف الناس اللي حصلهم مشكلة من المكملات الغذائية ده سبب مش هين علشان الناس تخاف منها، لا سبب قوي جدا ان لو حصل لحد اي حاجة اه ليه ما تراجعش. لكن اللي حصل في مصر انت عارف ان حاجات كتير حصلت فيك موجودة في مصر، فهو المشكلة ان الحاجات المضروبة واللي اتعملت تحت السلم ده مش طبيعي ان اي واحد ياخدها وان هو يشربها وحاجة لا فيها تعقيم ولا فيها، فدي حاجات مضره، دي حاجات مضره غير كده الماده الغذائيه معموله منين الله اعلم. لا فهو ده الناس لو كان عندها تخوف من البروتينات دي بتنتجها. انا مش يعني مش بقول ان امريكا احسن بلد في العالم ولا هي اوحش بلد في العالم، لكن عندهم تخصص يعني مش بس تخصص، عندهم اهتمام بالصحه. يعني ما بيطلعوش منتج من وزاره الصحه علشان هو كده وخلاص، لا الناس دي بتشتغل علشان يوافقوا عليه من الصحة، علشان يقدر يتوزع عليهم هناك. يعني الناس ما بتهونش في الموضوع ده، علشان كده برضو لو تروح اي دولة زي الكويت زي الامارات زي اي دول من الشرق الاوسط زي اوروبا زي استراليا اللي فيها الحاجات دي، يعني واو يعني انت عارف الهواء ممنوع في استراليا، الحاجات دي موجودة، المنتج مضمون. يعني مش بس حتى ده، حتى الغذاء هناك يعني لو بتبص ما مستحيل يدخل غير حاجه موثوق منها 100%. فلا هناك الحاجات دي موجوده وبيشتغل عليها، يعني ازاي هيكون مصرح ليها واخده تصريح ان هي تخش البلد وهي مش حاجه 100% تفيد الانسان. طيب التغذيه مهمه جدا جدا جدا، اهم من التمرين، مفيش اهم، هما كلهم حاجات عوامل بتكمل بعض. بس تمرين ولو حتى بال 20 ساعه في اليوم وما فيش اكل ولا كانك عملت حاجه، طب كابتن اتمرن كويس جدا وما فيش برضو نوم يبقى انسى الموضوع. هسالك سؤال واحد، اتفضل كابتن. انا عايزك تعمل لي نظام غذائي دلوقتي، تمام؟ النظام الغذائي ده قول لي اعمل ايه. انت هتيجي مثلا تقول لي رامي هيقول لي مثلا كل 5 وجبات في اليوم تتضمن كربوهيدرات وتتضمن بروتين وتتضمن خضروات، تمام؟ لما انت تيجي تنصح الواحد يقول له لازم تاكل 5 مرات، يقول لك لا يا كابتن اصل انا ظروفي ما تسمحش. طب انت رامي كانت ظروفه تسمح في الوقت ده انه ياكل 5 وجبات، ولا رامي عمل ايه بقى عشان يقدر يوفر ال5 وجبات في اليوم؟ شوف يعني طبعا انا مش هقدر اقول اعمل، يعني اعمل قدر المستطاع. كلنا بدأناش يعني 100% بروتين، يبقى يعني احنا مثلا لو كنا زمان بناخد اللحم لا كنا بندور على اقل جودة فيه، علشان مش اقل جوده يعني هو خربان، قصدي اقل، لان انت عارف في مثلا ففي حاجه كنا بندور على الحاجه اللي تناسب الفلوس اللي معانا. لكن مستحيل برضو حد في مصر، وانا مريت بالتجربه دي، يمكن هاني غني شويه عني، انا كنت من طبقه متوسطه فانا عارف يعني مع فلوس كتير، انا اسف مع فلوس كتير الحمد لله ربنا عطاني الحمد لله. لكن قصدي ان انا اقول ان مش بالضروره يكون بروتين حيواني طالما انت ما عندكش الامكانيات ده، المهم ان انت تبدا تشتغل على نفسك، ان انت خلاص عرفت لما هيتوفر هعمل كذا وكذا وكذا. طب انا ما عنديش بروتين حيواني، اوكي يبقى سمك، ما فيش سمك يبقى دجاج، ما فيش دجاج يبقى بروتين نباتي لحد ما في بروتين نباتي زي الفول زي العدس زي ايا كان اللي موجود. المهم ان تفضل يعني ما فيش اكتر من 3 ساعات من غير ما في حاجه تدخل معدتك، تكون ما بين الكربوهيدرات والبروتين والخضروات. ما فيش خضروات مش مشكله خلاص، اعمل ايه يعني؟ هحارب وجبه واحده خس خيار ايا كان الموضوع،
طب ما فيش فواكه في اليوم، مش مشكلة، كلك موزة لو تقدر، ما فيش يبقى اتس اوكي. انا قصدي ان ما فيش حاجة تاخد مثلا مينرالز ب 2 راجل اي حد يقدر يوفر رز او وفول بطاطس مثلا مثلا او ايا كان. يعني اي حد يوفر الحاجات اي البسيطة بين فانا كام بقول واحد ايوه راجل. طبعا طبعا، انا عشان كده بقول لك يعني ما تعملهاش معضله، ما تعملهاش حاجه ان ما فيش الامكانيات اللي بيستخدمها بطل محترف. طبيعي ان مش هيكون عندنا كلنا نفس الامكانيات، واحنا ما بداناش كده علشان بس تاخد الخطوه الاولانيه. لما يا سيدي ربنا يكرمك يبقى معاك فلوس كتير جدا زي رامي زي هاني، اعمل اللي انت عايزه. انت ساعتها تقدر تعمل كل حاجه، تقدر مش بس تجيب بروتين والكلام ده، تقدر تعمل كل حاجه انت بتحبها. الحمد لله، يعني انا ده اللي انا عايز اقول لكم عليه. احنا كنا بنلعب كمال اجسام في مصر غلط جدا، كلنا كنا بنلعب طموحنا ان احنا بس نروح لبطولة العالم وبطولة العالم انتهت. انا الحمد لله يعني طبعا الفضل لله، ثم البدر ابو داي حقيقي، ثم الكابتن جمال مع الدوري لانه اول مصري احترف من مصر، فاهم اقصد ايه من مصر؟ يعني مصر بنفس امكانياتنا، موجود في الكويت بس مش موجود في امريكا. ناصر السنباط احترف وهو في امريكا، وهو طبعا يعني ما انا مش بتكلم على جنسيته بس انا قصدي مصري عنده امكانيات. محمد مكاوي احترف من فرنسا وبعدين راح امريكا، يعني برضه ما احترفش من مصر. فانا قصدي جمال معدوي خد الخطوه اللي احنا يعني يشكر عليها، اللي خلتنا كلنا وراه نتجرأ ان احنا ليه ما نروحش مكانه. الحمد لله انا رحت المكان ده، والحمد لله ربنا اراد لي بتوفيق، والحمد لله ربنا اعطاني من فضله ورزقني، لان انا كنت شايف ان هي دي الخطوه المفروض تحصل ككمال اجسام. ليه نلعب كمال اجسام؟ عشان نخسر. هوايه جميله، رياضه جميله للجسمين، شيء ممتع جدا احنا بس بنستمتع بيه، لازم تعمل بس منها لازم فلوس بقى. لازم تكسب، لازم تكسب. فاللي يبقى عنده الطموح مش بس يستمتع، الحياه مش بس كده، الحياه عشان تشتغل وتكسب فلوس. طب انا كابتن عايز اسالك سؤال، معلش انا ممكن انا صوتي عالي هيبقى مغطي المايك. دلوقتي في لعيبه مثلا يعني ناس خاماتها نظيفه، عندنا خامات حلوه قوي جدا في مصر جدا جدا حلوه، حقيقة. بس بيجي يوصل لمراحل بعد كده خلاص مش قادر يصرف بعد كده خلاص، فاهمني؟ فتلاقي اللعيب ده ما عد ما كان طموحه وسهمه طالع فوق، فجاه اللعيب ده طار. انت من وجهه نظرك اللعيب ده عشان يكمل بقيه حلمه ايه اللي يحصل المفروض؟ معلش كان كلمة قالها لي واحد صاحبي، بقول له ايه رأيك؟ الكلام ده قبل 3 سنين، بقول له ايه رأيك انت العب البطولة دي؟ قال لي هقول لك على حاجة رامي، اوعى تسأل في يوم حد عن رأيه انت تلعب ولا ما تلعبش، ما كانش الموضوع من جواك انسى ان حد، انسى ان انت تنجح فيه. فانا صاحب قصدي محترم يعني، صاحب محترم قوي يعني. فانا قصدي ان مش هتضرب على حد على ايده علشان يرجع اللي يقول لا اصل مش عارف ايه وانا، اما كنتش عندك الاراده من قلبك وعقلك وثقتك بربنا مستحيل يحصل، بالظبط بالظبط. مستحيل. فانا قصدي احنا عندنا خامات كتير جميله في مصر، من ابطالنا اللي موجودين، ابطال منتخبنا الكبار، للناس اللي احترفت زي كابتن انور سيف وكابتني طبعا، وكابتن محمد زكريا، وكابتن عطيه شعلان، وكابتن احمد الورداني، ناس كتير يعني، عشان كابتن ابراهيم سامي، كابتن جمال معدوي انا مش قادر انسى، وكابتن محمد سلامه ان شاء الله يرجع بالف سلامه. يعني كلهم خامات واو، يعني كل الناس بتعمل لهم الف حسابي. هو يعني انا شايف اللي سلك الطريق نفس طريقك هو انور سيف، يعني انا بصراحه شايف ان هو مجتهد جدا. انا مش بقول كده عشان انور صاحبي، بس هو فعلا كابتن انور، انا اسف ان بقول انور كده بس هو فعلا كابتن انور يعني، بس عشان احنا اخوات فبتلاشى الالقاب ساعات. هو الوحيد اللي ماشي في نفس اللاين بتاعك اللي هو بيدور سكه الاحتراف من بابها، يعني بيشوف البطوله وبيحدد وبيشتغل مع مدربين محترفين وكده. انت دلوقتي يا رامي انا عايزه يعني لو انت هتتكلم مع الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي، انت وصلت لمرحله مع نفسك وبعد كده لما ابتديت تتعرف شويه وتشفت في البطوله ابتديت بعد كده تشتغل مع الاجانب وبقى عندك دعم وبقى عندك سبونسر وحاجات كده، فانا عايزك تقول للشباب اجتهد. انا عايز انا نفسي بقولها، بس الفكره لما هم هتتقال من بيج رامي الموضوع مختلف يعني، فاهمني؟ شوف انا علشان برضو ما اتهمش مدربينا اللي في مصر ان هم مش على كفاءه، لان ده مش حاصل فعلا، هم على كفاءه وبيطلع من عندنا خامات على ايديهم قويه جدا زي الكابتن عصام صادق، الكابتن محمد كمال، كباتن كتير عشان اللي حصل ليهم، وحتى من الوطن العربي عبد الله عتيبي، احمد عسكر، عندنا اسماء كتير موجوده وكلهم بيعملوا خامات كويسه جدا. طبعا يسبقهم بدر بودي لان انا جهزت اول كام سنه معاه وكانت نجاحات كبيره جدا. اما عن رامي نفسه لو بتساله رامي ليه بيغير مدربين، رامي ليه بيروح، شوف انا عندي قناعه ان كل حد عنده فكره،
ولو اتعلمت كل فكرة، لان لسه ما وصلتش للي انا محتاجه. بالظبط. فكل واحد عنده فكرة ممكن تغيرني ولو لحظة، انا ما بتواناش لحظة ان انا اروح. لازم تجري على نفسك، محدش هيمسكك ويقول لك بالظبط روح للنجاح، مستحيل يعني. بالظبط. اما كنتش تجتهد ان انت تروح وتدور معلومة من هنا ومن هنا ومن هنا وتشتغل مع واحد واثنين وثلاثة، لا ربما تلاقي نجاحك اللي انت بتفكر فيه. انا مستوى طموحي مش هنا، لا انا ان شاء الله لاعلى مستوى. انا هتاخد طبعا اولمبيا، انت هتاخد اتمنى، اولمبيا، اتمنى على الله، انت اتمنى على هتاخدها، الله، هتاخدها. ثقة في ربنا سبحانه وتعالى. اتمنى ان هي تحصل ان شاء الله، تحصل، لان انا بشتغل على ده وعايز اشتغل على ده طول الوقت. ومش مسألة بس ان انت تروح وتكسب، لا، انا مسألة ان انا كمان اعمل حاجة جديدة لنفسي. كل سنة بشوف نفسي لازم اكون بتغير. الحمد لله انا كل سنة بطلع خطوة قدام، بس ده ما هواش منتهى طموحي. فعشان كده الواحد بيجرب واحد واثنين وثلاثة، علشان لا ربما يكون معاهم اللي هي الخلطة اللي تناسبني، الخلطة خلطة الفكر اصلا. السؤال بقى، بص، عشان انا دايما بيحصل لغط حتى عندنا في الصفحة نفسها. انا بنزل معلومة، هاني نزل معلومة، ومعايا ادمن تاني مثلا سي محمود النجار، عايش معاكم في الكويت، عندنا ادمن في الصفحة برضه، بينزل معلومة بس بشكل مختلف. فتلاقي الفانز او المتابعين للصفحة بقول لك يقول لك ايه يا عم ده، بيضربوا بعض في المعلومة. انا عايزك بقى توضح، ثواني بس، ان كل شيخ وليه طريقة. ده اللي لسه رامي قايله حالا، انه قال ان هو بيروح لكل مدرب شويه، برغم ان كل المدربين اللي اتعامل معاهم كلهم ناجحين، مش طبعا مدربين، مش طبعا مدربين فشله يعني، طبعا مدربين ناجحين. بس هي الفكره ان كل شيخ وليه طريقه. ممكن تقول انت بقى الكلام ده، عشان انا قلته كتير وما بيتسمعش. هو ده حقيقة فعلا. يعني شوف، في ناس بيشتغل اي مدرب ايا كان شاطر، او احنا بنتكلم عن المدربين الناجحين بس، بيبقى مثلا لو عنده مثلا 10 لعيبه، العشر لعيبه كل امكانياتهم مش نفس الواحده، لان جيناتهم مش نفس الكلام، الميتابوليزم مش عندهم، مش بنا. فكل مدرب بيبقى ليه طريقه بيشتغل بيها مع اللعيبه، ممكن ينجح مع 8 ويفشل مع 2، ينجح مع 6 يفشل مع 4، لكن هي لازم يحصل ده. مفيش مدرب 100% بينجح مع كل لعيبه، مستحيل. كل المدربين عندهم اسقاطات مع لعيبتهم. فانا اللي قصدي ايه، ان معنى كده ان كل طريقه ممكن نقولها بتكون صح، بس مع نوع معين، مع شكل ما معين، تشتغلش ممكن معاك، لا لا تشتغل مع ممكن غيرك. اه. فالفكره ايه، التجربه بس. انا ما بتكلمش، انا ما بتكلمش على الثوابت، انا بتكلم على الطرق اللي تودينا الماتش. زي مثلا الهيدريشن بتاع الوتر في جسمك، انت جسمك بيدير ميه اكتر ولا لا، انت جسمك مش عارف ميتابوليزم عنده هاي ولا لا، مش عارف. سرعة لكن مش الحرق. السبب اه، سرعة الحرق عندك انت اسرع ولا ما عنديش وانا عندي ابطأ. هو ده الفرق في الفكر بتاع المدربين. لكن المعلومات طبيعي ان هي تكون مختلفة، لان ده حسب كل فكر كل واحد، ده طبيعي جدا. يعني دي حاجه انا حبيت برضو من الاسئله اللي دايما كانت، او اللغط اللي دايما بيحصل عندنا في الصفحه، يقول لك ده في ايه، ده في اتنين ادمن بينزلوا معلومات بتضرب مع بعضها. فلما بيجي رامي بقى اهو، لا هاني ولا يحزنون، يعني بيجي رامي نفسه بيقول لك ان هو اشتغل مع خليط من المدربين الجامدين جدا، وكل واحد ليه طريقه، وكل واحد كان بيقول له معلومه بطريقته المختلفه. ده حقيقة، ده حقيقة. فدي حاجه يعني أنا مثلا اشتغلت في سنة من السنين، كان كنت بشتغل لو كارب جدا وطلعت بشكل معين، السنة اللي بعدها اشتغلت هاي كارب جدا وطلعت بشكل برضو تاني. فمش معنى إن ده صح ولا ده غلط، لا، ده كان صح وده كان صح، انت بتدور بس على اللي يناسب جسمك انت فين، أيوه انت بتحاول ده تتعلم. صح، ده صح وده صح، لكن هو كل واحد بيشوف الأنسب ليه. بالظبط بالظبط. والله رامي انا عارف، بص، ان احنا لازم ننزل البطولة دلوقتي عشان انت اه نقدر نكمل اي وقت تاني احنا مع بعض. انا عارف، وانا مش هسيبه ينام حبيبي يعني. حبيبي، فانا بجد بشكرك، وحبيت حد انا سعيد ان انا معاك يا هاني، لان ربنا انت يخليك. حد مجتهد جدا، ومش بس علشان انت صاحبنا والكلام ده، لا، ده كل الكلام ده على جنب. لكن انا بتكلم عن اجتهادك، ان انت طول الوقت انت والمجموعه اللي معاك بتعملوا شغل الناس، تفيدوا بيه الناس. غير كده احنا كنا محتاجين الحاله دي في مصر علشان نقدر نثقف الناس بشكل كويس جدا، لان دي لعبتنا غالية على كل واحد بيلعب كمال اجسام. وعارفين ان احنا محتاجين ان هي يكون فيها صوت واثنين وثلاثة واربعة، ونتمنى ان الصوت ده مش بس يكون على الانترنت، في يوم من الايام يكون لنا هنوصل كمان على هنوصل التلفزيون ان شاء هنوصل الله، نقدر نعمل ده في يوم من الايام. هنوصل انا بحب بس اشكر كل الناس اللي في مصر وكل الوطن العربي، انا بحب اشكرهم جدا، ومش بس علشان هم زي ما بيقولوا الدم وكده، لكن انا بتكلم علشان
متابعتهم ليا وتحفيزهم ليا دايما على ان انا اكون موجود وان انا ابذل قصارى جهدي. ان شاء الله باذن الله اكون دايما عند حسن ظنهم وان انا اعمل اللي هم يطمحوا ان هم يكون موجود لرامي، وباذن الله اشرفهم باذن الله. طبعا علشان الناس بتتكلم، معلش يا هاني، هي نقطة أخيرة. دي في اخر ناس في ناس كتير بتتكلم، علي المايك شوية. في ناس كتير بتتكلم رامي انتوا عاملين لنفسكم ككمال اجسام حاجات اكبر من حقكم. انا بقول يعني احنا ما خدناش حقنا علشان ناخد اكبر من حقنا. انا سمعت الكلام ده كتير، لكن هقول لكم على حاجة. لو كل واحد، انا شايف، انا مش بطلب من الدولة يعني تعين الناس تحط لها في جيوبها، لان احنا عارفين ظروفنا كويس. اتمنى ان ده يحصل ان شاء الله للناس اللي بجد بتعمل حاجة ليها. طبعا في الاول انا بعمل ليه، وانور بيعمل ليه، ومحمد بيعمل ليه، لكن في المجمل باسم مصر، باسم بلدنا. طبعا انا مش بتقاضى على ان انا بعمل لبلدي حاجة بفلوس، انا مش عايز يكون الفكر واصل لده، لكن قصدي ان انا يا ريت البلد تكون معايا في الخطوة دي. انا كل دايما معنويا طبعا بالنسبة لك انت معنويا معنويا. لكن انا عايز اقول ان في نقطة، يعني بلدنا في ظروف صعبة جدا، واتمنى ان كل جنيه يروح لمصر، في مصر، في جيب مصر دلوقتي، يروح لمكانين مهمين جدا: تعليم وصحة، لان دول اللي هيطلع مننا الرياضي والطبيب الكويس والمدرس والعالم الكويس. وكل ونتمنى كلنا ان احنا في بلدنا نرجع نعيش فيها، ما حدش عايز يعيش بره. احنا كلنا عايزين نعيش في بلدنا، نكون متوفر فيها كل حاجة زي ما متوفر بره. انا بس حبيت اقول النقطة دي، لان في ناس كتير بتقول انتوا عايزين واحنا، وفي ناس انا كتير ممكن اقول حاجه يعني، معلش دي سامحوني فيها، انا هبقى حد شويه فيها، ومش قصدي اعيب في الشخص او اقلل منه، لا بس بالعكس يعني انا بندي كل حد حقه. عيسى عبيد اللي هو البطل الاماراتي المحترف وخد مركز عاشر في مستر اولمبيا، خد مركز عاشر، يعني بص انا بركز على ني، خد مركز عاشر، الراجل اتكرم في بلده، الراجل الناس استقبلته في المطار رسميا، مش بتكلم جماهيريا، لا الرسم، الدولة راحت قابلت عيسى عبيد، والحاجات موجودة على الانستجرام بتاعه، والمقابلات المقابلات الشخصية والتلفزيونات، والدنيا اتقلبت عشان عيسى عبيد خد مركز عاشر. احنا معانا هنا رامي، انت واخد خامس المرة دي صح؟ طيب يعني احنا خدنا خامس، محدش رفع التليفون. مش اول بطولة، انا لعبت 4 بطولات السنة دي. لا 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 معلش، بس يعني لا بس دي التوب بقى، ده انت واخد خامس فيها، يعني انت توب فايف خلاص خلاص، يعني ده رقم خمسة في العالم يعني. فدي بجد ما حدش رفع السماعه قال له سلام عليكم مبروك، ما نقولش فلوس يا عم، حييه يا عم، تعالى اقف بالعلم وراه وقول له اي كلمتين وامشي، الراجل روحه المعنويه هترتفع، هيحس ان بلده في ظهره. انتوا يعني بعدين بترجعوا تقولوا وتتكلموا ده رامي عايش بره، ورامي معاه جواز تاني، ورامي معاه جنسيه تانيه، ورامي مش عارف ايه وايه، ومصر هيلعب باسم مصر وما بيلعبش باسم. طب يا عم لعب باسم مصر في كل بطولات مستر اولمبيا، ما حدش رفع التليفون وقال له شكرا ان انت حققت مركز خامس. يا عم كرموه يا عم، ما بنقولكش اديله فلوس، اديله حته وسام صغير كده انه عمل حاجه للبلد، يعني اسم الوحيد رقم خامس في العالم في لعبه كمال الاجسام، ما حدش قال له حاجه. عيب عيب يعني بجد عيب. شوف انا قلت لك يعني ده ما يعني انا مش عايز احمل الناس اكتر من تقدر، لا لكن ما فيهاش تحديد. لكن اشمعنى لكن الدوله دي ادت حق للمركز شوف العاشر؟ احنا 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 بنعاني من ظروف، وانا انا مقدر جدا اللي بيحصل في مصر، لكن ما يمنعش ان كل واحد بيعمل حاجه كويسه للبلد يتقال له حتى بس كلمه شكرا. ده مهم جدا عشان الناس تشتغل والناس يبقى عندها حافز. طبعا في اعمال ما تقدرش ليها بثمن، ان انت تشتغل لبلد. ما انا قصدي ان احنا، انا مش مستني ان انا اعمل حاجه لبلدي واقول يعني. في حاجه انا كنت عايز اقول عليها، ثانيه واحده، اتفضل. انا لازم اجيبها عشان افهم الناس ايه. طيب رامي هيجيب حاجة ويجي. رامي رجع كان عايز يورينا حاجة. دلوقتي احنا بنقول ان الدولة ما شكرتهوش وما عملتش. بص بقى رامي بيعمل ايه، بص رامي بيعمل ايه، ورينا رامي لو سمحت. شوف انا مش ده مش تفضل على بلدي، لكن ده علشان كل واحد يعرف ان انا، احنا بس كل واحد فينا جواه مصري بيحب بلده عايز يشتغل عليها. ده عالم، دي خريطة بلدي. طول الوقت انا كنت بفكر في الفكرة دي، عملتها على كل على التيشيرتات بتاعتي، وانا همسك التيشيرت. عملتها على التيشيرتات بتاعتي، قلت منها ان الناس كلها تعرف ان انا مش بس من مصر، ان دي عليها علم بلدي، دي خريطة بلدي، انا موجود في كل التيشيرتات دي بتتباع في كل حتة في العالم،
عاملها اونلاين بتتوزع على كل حته في العالم وحاطط عليها صورته وعلم بلدي وخريطه بلدي. الكلام ده مش من النهارده، عمر ما حد سالني رامي، ولا عمري انا فكرت ان انا اعمل ده، انا بعمله علشان كل واحد بيحب بلده لازم يعمل علشانها حاجه. رمضان الحمد لله التيشيرت ده طبعا طبعا كمان من غير فلوس، مع ان عارف انت معاك فلوس كتير. ربنا يخليك والله، ابو الواجب ابو الواجب. احنا دلوقتي يا جماعه انا بنعتذر ان رامي مش قادر يكمل معانا، بس احنا عملنا اول لقاء وباذن الله هنقدر نعمل لقاءات جايه كتير جدا. انا خلاص همسكه في كل يعني سفريه نسافر فيها همسكه، لازم اقول كلمه لجيم ايجيبت. متشكرين جدا على اللقاء، واسفين ان انت مش واخد حقك في بلدنا. انا كفايه حب الناس اللي انا بشوفها، انا مش بتكلم على الحكومه، انا بتكلم على الناس اللي بشوفها في الشارع، تكرمهم حتى لو بالسلام عليكم شرفتنا يا رامي، دي كفايه عندي بالدنيا كلها. انا دي اللي انا كنت عايز اسمعها، ده اللي انا عايز اشوف في عيون الناس. الواحد بيشوف نجاحه في عيون اهل بلده، ده اللي انا مستنيه، ده بس كل حاجه اللي كنت عايز اوصلها. ربنا يخليك يا رامي، ورسالتك وصلت، وجيم ايجيبت بيوصل الرسائل كلها ايا كان نوع الرساله بتوصل، وان المسؤولين بيسمعوا، الناس بتسمع، الجمهور بيسمع. متشكرين جدا ليكم، وفي حلقه تانية باذن الله مع رامي، ويعني في نجاح لنجاح ان شاء الله يا رامي، ربنا يسهل لك الامور كلها.